عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيرسد يلا كنوادا وركة تلفزيون قرن كسومالية قلبة وركيس إنك فيرسد دونتان ولي باكم دها عيد إنك حوج دل كسومالية وحالة جب حوج ديرسي كحدة أرجع حسدة على شبابا ورركة سي تي سدهاد جوتدا أفرتون كأكتوبر حوج دل كيد ديجان كجنالة حالة ولي با جب حوج يوك ديرسي إنك كحدة على شباب أوسك ديتي إني هوارت ديجان كجنالة قبل كشبلاد هوسة ميت كا دغر قبيال كا قيبو كوميدة يولي بحانو بدن يولي با يوك يبينا جنالة يوسراكي لحو قدالك ومركاسي يوحبان كان ميدتك ولينا ميليو مركاس دور كا ايكو دليل بارتان اللي حيلي رحدي يوجران ميدت يولي با داوعيد اللي ديرسي كوحضة لشواب سلن اوغا دا قسارة حوغن ايدت كاسا ديري كوحضة لشواب يالي سي اوغا يحوكتية ولي با يسورت قليدي انجي سيال كحوغ دالك سوماليا ديو كهور سيدان دامع نبديدك سلاس اوكا لنا ميدتك يو داوعي بادن او جنالك جابي يو مركاس اجيين ديغان كا مشاني سيدا اسو مركاس انشاقي ورباهين تا اسا نار راديو اسو حقي جي تاليها ارركا سيتي سدحاد افريتومنك اكتوبر قاشالة نور الدين حسينا الجيجي جارك مدحونا سومالي انقابل سن ارمها ابارها مدن عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي يديري مجالد الجروب عاصمة دولة جولات كبونتلان ميلس او مسؤولين يوها كنواين وليبا لف لها ان عبد الرحمن عبد الشكور يو وفديشي يو مردونا ميل بدن او مركز يو كجران دتك ابارتي يو سامي تي اكنول ديغان يولي بدك موين كتر سمامل كبونتلان ورارك ولي باشيغاها ينا إنبو غشيدة إرقيقا إيا كوياس كوريد مركي إسا دلب إسا هندري قدوم كبارنامان كمامول كبونتلان إسا كعوصد إني إسا كورميرا ديغا ندي يا أبارتكو جرتا مامول قبلات كبونتلان سو إسا هنقيمي حالدها داتكي يا ساميتي أبارتا بلشيدنا مركاس حولوشو كودامادي بونتلان يا كوميدة ميلو سددرون إسا إنساميتي أميا إنساميتي أبارتا بحسن إيا كجرتو قوتان سوماليا ولنا مركز حتى يأتى تلابدي كويت إرجع انقابل سن أريمها أبارها مدحونا جمهورية الصومالية أسدير ميلس ولنا يا كويس أسوء ديجانة يولي بدك مين بدن أو كتر سن قبل الصومالية أسهرة إن بوقدي وأنا أسدير سي جرجر بني آدم نمو أصل وراك أريمها أباروية كجود جرنا وزارة جرجر كي مارين تها مسيوين كجمهورية الصومالية يا ولي بجرجر راشين يا ديرسي magalada buulaburde ee gobolka hiiraan wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya ayaa wali ba gargaar raashin aya deersade ama dirtay magalada buulaburde ee gobolka hiiraan diyaaradda wada gargaarkan ayaa wali ba ay ku duulay garoonka diyaarado aadan cade ee magalada Muqdisho iyadoo markaas GoPro ku hayaan xilbanaano ku tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya deegaan doorashada ee ee gobolka hiiraan oo وسكومدي وزير كهرباء أمنية حلبان عبد الرزاق عمر محمد حلبان محمد عبد القادر إيو حلبان عبد الناصر شروة ودمانتيو بيئة ديجان دور الشديو قبل كهيران وزير كجرجر كإيو مارنت مسيوين كحكومة الصومالية قد يجي محمد ديري يشك دي إن جرجر كان لون كتلق عليه دتك يا سامتي أبارتك جرت قبل كهيران gudoomiyaha gobolka Banaadir waana duqa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya mudane Umar Maxamuud Umar Filish ya boqdi qaar kumida degmooyinka iyo waliba wadooyinka caasimada iyo biyo dhigti roobabkii ee markaas ka qowday 24kii saalaas la dhaafay ee gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho ya goobo suboqdi waliba ku dareertay shaqo bilirin oo howlwadeenada dawladda hoose ee xamar iyo biyo aan ku saareen wadooyinka Muqdisho si shacabka Soomaaliyeed lan ka fuday in isdareero ka gaadiidka iyo waliba bulshada Soomaaliyeed ee ka dhagan gobolka Banaadir wadada ama goobo suboqdi duqa magaalada waliba kumid ah wadada hormaraasa dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed school bulusiyo wadada 22ka October ساسو كال وليبا كوميدا ودوينك اسو بوغدي وددا مركاس كيلومتر فور اما وددا اما ورطا كيلومتر فور ادقمدا وابري اقوال كابنادر وددا بولوحوبي ادقمدا ودجير انا سو دامانتيو يو قدررتي هولو مركاس اللي كهجا جو ودوينك سا شعبك اسو انكفوضا دا مروو كيشو
booliska gobolka mudugno waliba baasiyo dul dhikeena maxaabiis baxsade hanas oo laha ka eedaya dembiyeyaasha shal duban. Taliska booliska gobolka mudug ee Puntland ayaa sheegay ama shaaci in xabsiga gaalka ay ku baheen tiro maxaabiis oo xukuno shal duban ka ridinayti. Qoraalka baahi baraha bulshada ee booliska gobolka mudug ayaa waliba shacabka loon ku dalbaday in ay ku qayb qaadaan baadigoobka maxaabiista baxsadka, iyadoona booliska yaboheen abaalmarino lacageed taas oo sigaara lendulke madaxa sadiida maxaabiis oo ku tirsan ururka Al-Shabaab dhawaana maxkamad iyo ka xukuntay diltoogashe. Gaalkacyo iyo duleedshe waliba ku dareere howlgal bileerin oo yoo fulyahayn laamaha ammaanka hanaas oo markaas wadaan xogta iyo ku heleen waana la qabaday tiro kumid a maxaabiista baxsadkahaye. Markii usaha dhammaaday howlgalka waliba yoo sheegana saraakiil ammaanka iniyo ku warbihi doonaan ama warbixin dhammaystiran iyo ku sii doonaan dhacdadan ee markaas la kabaada goobaha baxsadayaalkan. Weli waliba fiirsaytana warka telefishinka qaranka Soomaaliyeed fiirsadayaal wararka banaanka haddii aan firiya dalkaasi siirilayaanka oo isu dhowaan kuba sidii madaxweynaha dalkaasi waana rabshado ku dareenayaa waliba la sheegay in laha ka rogay bandow taas oo siirilayaan ee markaasi ku dhukaasa bandowgan inii is markaasi dareerta mudaharaadii ee ugu weyn oo markaas lahan ku jeeda madaxweynaha dalkaasi siirilayaanka oo la sheegay in uusa wadamadaas ambasadi. Shacabka dalka Sri Lanka ayaa waliba la ka rogay bandow kureed markii isku horkooyo usoon dhexay ciidamada ammaanka iyo dadgodoodsan iyo ka sugnaayeen agagaarka baarlamaanka, iyadoona dhowr qof iyo ka dhaawacmeen labada dhinna sidiiyo sheegeen ama sheegtay warbaahinta gudaha dalkaasi. Dadweynaha godoodsan ayaa xukunka ku tuuray madaxweynaha dalkaasi su-aanu ambasada jasiiradda Maldives, iyadoona markaas weli dareerta mudaharaadii bileerin oo ku dhaladay dhibaato dhaqaale oo usa markaas sii xumaadahay dalkaasi waana usa kahay madaxweynaha dalkaasi ee siirilayaanka oo dhowaan dalkaas ku roori. Warkiisa ku fiirsaaseen telefishin qaranka Soomaaliyeed oo siina diri si aanu Cabdulaxi Muhtar Caalin waa niyaha saarti warka Star Maxamed Nuur Mila siha gebagabeeyey intii warkalama diritoon kulumaana sidaasi amanaa allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.